اشكرك يا سيسي، اشكرك يا رب اللي جبتوني يا رب. اشكرك يا رب. الحمد لله، اشكرك الحمد لله. مشاهدينا الكرام، لحظه وصول وعوده الصيادين التابعين لمدينه المطريه بمحافظه الدقهليه، يعني لحظة وصولهم معاكم حاليا، لحظة بلحظة، لحظة وصول الصيادين بعد تدخل الرئاسة، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا بعد الحكم عليهم داخل دولة اليمن واحتجازهم لمدة 6 أشهر، ولكن تم التدخل السريع من قبل رئاسة الجمهورية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي قام بدوره وأعطى تعليمات وتكليفات بعودة الصيادين لمحدى المراكب احتجزت داخل المياه الإقليمية اليمنية. زي ما حضراتكم متابعين، فرحة عارمة وزغاريت واستقبال حافل أهل المطرية من الأسر هنا، وصلوا بعد مشقة وتعب داخل دولة اليمن. ولكن زي ما موجود أمام حضراتكم في الشاشة، جميع الصيادين وعددهم 10 صيادين من مدينة المطرية تابعة لمحافظة الدقهلية وصلوا حاليا ليكونوا بين أحضان ذويهم في مدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية.